وإذا سألت الحكام والساسة لماذا تؤيدون الكيان الصهيوني؟ لماذا تجاملون الولايات المتحدة الأمريكية الشيطانية؟ لماذا؟ الجواب يأتيك من القرآن الكريم: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يتسابقون لإرضائهم، يسارعون في إرضائهم، وإذا سألتهم عن سبب مسارعتهم لإرضاء هؤلاء الأنجاس المناكيد الملعونين لماذا؟ يقولون: نخشى الانقلاب، نخشى إثارة الفتنة في بلدنا. وهذا ما ذكره القرآن الكريم، يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة. دائرة بالمعنى السياسي المعاصر: الحصار الاقتصادي، الحصار السياسي، الحصار الإعلامي، الحصار المادي، الحصار العسكري، الانقلاب العسكري. يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عندي فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. هذا يكون قريبا لا محالة، يكون قريبا، الفرج آت. ثم ماذا؟ أتدرون بأن امتحاننا وابتلاءنا ربما يكون أشد من ابتلاء إخواننا من أهل غزة الصامدة؟ رب العالمين ابتلاهم وابتلانا، ابتلاهم بالضراء وابتلانا بالسراء. ماذا يكون موقفنا؟ ماذا يكون رأينا؟ كيف يكون دعمنا؟ هل نحن من المثبطين، من المشككين، من الذين ينتقدون إخوانهم عندما احترقت بيوتهم ويتركون الظالم الغاشم الغاشي الجائر فقط ينتقدون هؤلاء ويسكتون عن جور أهل الجور وظلم أهل الظلم وطغيان أهل الطغيان وبغيان البواغي والطواغي؟ يسكتون عن هذا؟ ماذا قال المولى؟ ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. أين موقفنا نحن؟ قال: ونبلو أخباركم. أنتم أخباركم ما هي؟ دعمكم، دعاؤكم. ومع أن الدعاء في حالة الاستطاعة، إن اكتفيت بالدعاء وأنت تستطيع وقادر على إنقاذ أخيك أو أختك، دعاؤك فقط والاكتفاء بالدعاء يعتبر إثما وجريمة وجريرة عند الله. نحن ينبغي إن استطعنا أن ندعو، وما الدعاء الأول والمساندة. أرأيتم شخصا لطيفا يرى امرأة تغتصب تنتهك حرمتها وهو يكتفي بالدعاء والبكاء: اللهم استرها، اللهم احفظها، وهو قادر على إعالتها؟ بكاؤه ظلم، دعاه جرير، لأنه قادر على نصرته، قادر على نصرتها، على إعانتها. ولكن إن لم يستطع فآنذاك يكتفي بالبكاء والدعاء والدعم المعنوي. أسأل الله ألا يجعلنا من المثبطين، ألا يجعلنا من الذين لا يشعرون بآلام إخوانهم وأخواتهم. يا رب العالمين، أرنا في أعدائك يا رب العالمين يوما أسودا. اللهم زلزل عروشهم، اللهم زعزع صفوفهم، شتت قلوبهم. اللهم انصر إخواننا في كل مكان يا رب العالمين، انصر المضطهدين في كل مكان. أعد إلينا مجدنا، أعد إلينا سؤددنا، أعد إلينا حضارتنا، أعد إلينا سيادتنا، أعد إلينا ريادتنا، أعد إلينا رشدنا، أعد إلينا عزنا، أعد إلينا مجدنا. اللهم وحد قلوبنا، اللهم وحد صفوفنا، اللهم وحد رايتنا، اللهم وحد غايتنا. يا الله يا الله، أنزل شهابي برحمتك لا من شاذ المكان.